أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد أبو العلا يعود إليكم من جديد وحلقة جديدة من برنامجكم هام جدا. وحشتوني من جديد، وحشتوني جدا جدا جدا. تحياتي ليكم كلكم. في الحقيقة بشكركم جدا، بشكر كل الناس اللي اتصلت بيا من وقت رجوعي من الحلقة الماضية. بشكر كل الناس اللي أنا كنت بفضل الله قدمت حاجة لاقت قبول ولاقت ارتياح لدى بعض المشاهدين وبعض الأحباء. بقول لكم من قلبي بجد بشكركم جدا، بشكركم على دعمكم، بشكركم على حبكم، بشكركم على وفائكم ليا. بقول لكم من جديد إن الإنسان طول ما فيه هدف قدامه لا يمكن أبدا هيسكت، لا يمكن أبدا هيفضل واقف زي ما هو، لابد أن يتحرك وأن يصعد دائما نحو هدفه، الهدف الذي لابد أن يمتطي بالنجاح. النجاح كلمة كبيرة جدا، كلمة ليها معنى كبير جدا. أنا قررت إن في حلقاتي الفترة اللي جاية انطلاقا من فترة جلوسي الفترة الماضية وعدم وجودي أمامكم أمام الشاشة، كنت باعه كتير جدا مع نفسي. تذكرت جيدا أن الله هو الملجأ الوحيد. نعم، عندما نعود إلى خالق العباد بنجد الراحة، بنجد الطمأنينة. اطمأن قلبي واطمأنت هويتي ونفسيتي. كنت قاعد بقرأ في القرآن زي كتير من المسلمين، وقرأت في سورة يوسف، ولكنني عندما قرأتها كنت أتدبرها هذه المرة جيدا، وجدت فيها الكثير. لقيت فيها كتير جدا من المعاني، لقيت فيها كتير جدا من الثوابت اللي أنا حسبتها على نفسي وعلى غيري. لقيت إن فعلا قدرة ربنا دي كبيرة قوي. سيدنا يوسف الصديق، السجين الملك، كان سجينا وكان ملك. إخواته أقرب الناس لي رموه في البير. أبوه عمي من البكا عليه، ومع ذلك رب العباد نجاه. وعندما عاد من جديد واجه الصعوبات من جديد والمشاكل من جديد. إنها قصة يوسف الصديق بكل أشكالها تؤكد وتوحي لنا جميعاً أن مقدراتنا مكتوبة، أن الحق بائن والضلال بائن، وأن ما يريده الله لك هو الحقيقة الثابتة اللي لازم نكون معتقدين بيها ومتمكنين منها، وعارفين أن ربنا ده مهما عمل سين أو صاد علشان ينفعك أو يضرك كله بإيد ربنا. ووثقت من ده وشفت بده، شفت قدام عيني وساعت لي. أهم شيء الضمير والنية الصادقة. من قصة سيدنا يوسف في عبر كتير قوي، فيها الصدق والأمانة والإخلاص، فيها الكذب، فيها الغل والحقد، فيها القر، فيها الغريزة الجنسية والغريزة النفسية، فيها حب الشهوة، فيها حب المال، فيها حب السلطة، فيها الحب بكل أنواعه، ولكن الحب الغريزي، الحب الفطري اللي كلنا كبني آدمين أحيانا بيتملكنا. ولكن عندما يطمئن القلب ونعود قليلا إلى الخالق نجد متعة حقيقية. نتذكر، أنا مش داعي إسلامي، ولكن عندما أتدبر بعض الشيء في بعض الآيات القرآنية أو بعض الأحاديث أجد أن الله كبير، الله قادر فعلا. علمت أن رزقي لن يأخذه غيري فاطمأن قلبي. علمت أن كل شيء مقدر ومكتوب. علمت أن الضرر لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعت الأمة على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. نعم، إنها حكمة الله. نعم، أنا
أكيد طبعا أنا مش جاي النهاردة عشان خاطر أديكم موعظة في الدين، أنا لست داعي، ولكني أقف أمامكم بقول لكم كلمة، بقول لكم رسالة، بوجه لكم رسالة من قلبي ومن خلال تجربتي، بقول لكم إن ربنا هو القادر. كن على يقين من جواك إن أنت طول ما أنت شغال، طول ما أنت بتخاف من ربنا، ثق تماما إن ربنا هيقف جنبك، حتى لو كنا وكلنا بني آدمين، حتى لو كان هناك بعض الأخطاء، ربنا عفو كريم. عندي كتير جدا من الموضوعات، حلقة النهاردة سخنة، وحلقة النهاردة من عيار تقيل جدا جدا، معايا كتير جدا من التقارير المهمة، معايا كتير جدا من الأخبار المهمة، معايا حاجات كتير قوي، انتظروني بعد الفاصل. أعزائي المشاهدين، عدنا إليكم من جديد. في الحقيقة عندي النهاردة في الحلقة حاجات كتير جدا، عندي مجموعة من التقارير وعندي مجموعة من الأخبار. قبل ما أطلع للتقارير، عندي مجموعة من الأخبار الهامة جدا اللي حصلت الفترة الماضية، وتحديدا في خلال الـ 48 ساعة على الأقصى الماضية. حضرتكم تابعتم كلكم التعديل أو تغيير أو حركة المحافظين الجدد، وكمان تعيين نواب محافظين. في الحقيقة دي كانت خطوة، الخطوة دي كانت حاجة جميلة جدا أسعدتني أنا كراجل بعمل بمجال الميديا وراجل صحفي وإعلامي، بشتغل في كارير، بفرح جدا لما ألاقي زميل ليا مسك أو تنصب لحاجة، لشيء مهم جدا، لشيء مهم قيادي في الدولة من جانب المسؤولين في الدولة. إذن المسؤولين في الدولة ينظرون إلينا. تابعنا كلنا تغيير المحافظين وحركة المحافظين وتعيين نواب، ولكن ما لفت انتباهي ولفت نظري هو تعيين أو تأهيل ما يقرب من 23 محافظ بنوابهم من الكوادر الشبابية. ده في حد ذاته حقيقي شيء سعيد جدا. إذن الدولة تتجه لعمل إيجابي جيد جدا، لعمل إيجابي في غاية السعادة، يسعدنا إحنا كمصريين، ويسعدنا إحنا كشباب، ويسعدنا إحنا كإعلاميين. في الحقيقة ده موضوع. طيب معايا يا جماعة مداخلة الدكتور ياسر شحاتة، خبير التنمية الإدارية والمحلية. دكتور ياسر، مساء الخير يا فندم. مساء الخير دكتور ياسر، ازاي حضرتك؟ اهلا بحضرتك وبالساده المشاهدين. منورنا يا فندم، اهلا وسهلا بيك. دكتور ياسر، حضرتك والكثير تابعنا الفتره او اليومين الماضيين تعديل او حركه المحافظين الجدد، تحديدا يعني تمكين ما يقرب من 23 شاب في قيادات اساسيه سياسيه مهمه، سواء محافظين او نواب لهم. كيف ترى هذا الوضع او هذا التغيير يا فندم؟ كيف ارى؟ ارى ان القياده السياسيه المصريه في الفتره الاخيره منذ عام من النصف الثاني 2014 ابتدى محور اهتمامها بالشباب، محور اهتمامها بالشباب وبالعنصر البشري، لان العنصر البشري هو اساس محرك لكل الاصول، والاستثمار في هذا العنصر او عنصر راس المال البشري ده بافضل الاستثمارات على الاطلاق. من هنا كانت الانطلاقه نحو حلقه تواصل بين القياده السياسيه وبين الشباب المصري. النهارده بنشوف ابتدوا من خلال المؤتمرات يبقى في تدشين لمركز وطني للتدريب والقياده، ابتدى يبقى عندي في مصر للبرنامج الرئاسي لتاهيل الشباب، فاخذت الدوله المصريه بقياده الرئيس عبد الفتاح السيسي
ان يتم من خلالها تاهيل وتدريب الشباب لمستقبل او نحو مستقبل افضل ل 2030 التنميه المستدام. بدايتها كانت الشباب ونهايتها جني الثمار هيكون للشباب. موضوع ان الساده المحافظين او نواب الساده المحافظين اللي كان من الشباب، هذا الامر امر طبيعي ان يكون في دماء جديده وفي نفس الوقت دماء مؤهله تم تاهيلها على اعلى مستوى لبعض المشكلات الخاصه بالمحافظات، لان حضرتك المحافظين ونواب المحافظين بيكون لهم ايديولوجيه غير الساده الوزراء، بيختلف هذا الامر. ليه؟ لان انا عندي في علم اداره الموارد البشريه، وانا استاذ لاداره الموارد البشريه كاستاذ جامعه، بقول ان في عندي اختلاف بين الوظيفه وبين الفرد. اختلاف بين ايه يا فندم؟ بين الفرد وبين الوظيفه يا فندم. اختلاف الوظيفه او اختلاف الفرد، اولا في اختلاف ظاهري واختلاف باطني. بهتم بالاختلاف الباطني من خلال المعتقدات والاهتمامات وايضا الرغبات والاتجاهات. بدات الدوله المصريه تعمل على استقطاب ابنائها من خلال البيئه الحاضنه، من خلال حلقات التواصل بين الدوله المصريه وبين شبابها، بدات تعد جيل جديد يقدر يكون يتحمل المسؤوليه. بدات النواه النهارده من البرنامج الرئاسي، بدات النواه يبقوا نواب محافظين يتمرس العمل المجتمعي. نعم. العمل دكتور ياسر، كيف ترى اهم التحديات اللي هتواجه الشباب في الفتره المقبله؟ يعني الشباب اللي هم اصبحوا قاده تنفيذيين الان، يعني اهم المشكلات بالنسبه للشباب المصري اللي موجودين داخل الاطار، على سبيل المثال ال 23 قياده للنواب الساده المحافظين، اهمهم عندنا الاهتمام ببعض الخدمات الخاصه بالمحافظات. دكتور، عندي في بعض القرى وبعض طيب دكتور ياسر شحاته، بعد اذنك معانا برضو على الان على الهواء السياسي المعروف ورئيس حزب الجيل الدكتور ناجي الشهابي. دكتور ناجي، ازي حضرتك؟ انا بيك، اهلا وسهلا. ازاي حضرتك يا فندم؟ الحمد لله. الاول طبعا ببارك لحضرتك بوجود نجل حضرتك الاستاذ ابراهيم الشهابي الذي اصبح نائبا لمحافظ الجيزه، وهو احد الكوادر الشبابيه المهمه في المجتمع المصري الان. ببارك لحضرتك يا فندم والاستاذ ابراهيم. الله يبارك فيك يا فندم، الله يبارك فيك، اهلا وسهلا بيك. كيف ترى هذا التتويج وهو طبعا برضو احد كوادر حزب الجيل يا فندم؟ لا يعني هو طبعا حركه غير مسبوقه. مصر عاشت فتره طويله ما فيش تجديد للقيادات ولا تاهيل الصف الثاني. حركه المحافظين والنواب الاخيره شهدت تعيين عدد ما يقرب من 23 شاب ليشغلوا مناصب تنفيذيه مرموقه. ده معناها انت بتقدم قيادات صف ثاني ليكونوا قيادات صف اول في المرحله المقبله. يعني ده استفيد من هذه التجربه ليس الشباب فقط، ولكن يعني بمناسبه ضخ شرايين جديده داخل دماء جديده في شرايين الحياه التنفيذيه المصريه الحياه السياسيه، ثم انه هؤلاء الشباب بيمثلوا ايضا رؤى سياسيه، اننا احنا بندعم الحياه السياسيه المصريه بقيادات شابه تتحرك على ارض الحاضر والمستقبل. يعني هو ما هذه الحركه الاخيره اعتقد يعني منحتنا طاقه امل في ان نرى قيادات سياسيه واعده تشغل مناصب مواقع مرموقه في العمل التنفيذي، بما يعني ان هذه المواقع سوف تشهد يعني رؤى جديده تدفع العمل التنفيذي للامام تخفيفا على طيب. معاناه الجماهير، وايضا تنفيذا لخطه الحكومه في هذا الشان. طيب استاذنا الفاضل استاذ ناجي، قول لنا كده ايه هي الكواليس، ايه هي كواليس اختيار الاستاذ ابراهيم
الشهابي نائبا لمحافظ الجيزه، يعني الخبر جاله ازاي؟ كيف كان يتم اعداده؟ هل تم اختياره علشان هو في حزب الجيل؟ هل تم اختياره عشان هو كوادر شبابيه من خلال الحزب؟ ولا عشان هو خاطر ابن ناجي الشهابي؟ يعني ايه هي الكواليس لا علاقه لها بانه ابن ناجي الشهابي، ولكن تتعلق بكفاءه ابراهيم وقدرته والمحطات اللي هو وضع فيها. ابراهيم اهل نفسه تاهيل علمي بامتياز، واهل نفسه تاهيل علمي تعليمي ايضا بامتياز. ابراهيم كان من اهم الكوادر في لجنه تنسيقيه شباب الاحزاب والسياسيين، وكان له دور فاعل فيها، وبالتالي هي كلها اختيارات الرئيس. واعتقد ان يعني ان ينال ابراهيم وزمايله ثقه الرئيس، ده يعني ما تمنحهم قوه دفع كبيره لكي يعطوا مصر كل الوان العطاء. حضرتك في احد لقاءاتك معايا انا تحديدا في برنامجي قبل كده قلت لي ان الدوله لابد ان تتجه للشباب، وان لم تتجه ستتقاعس كثيرا للوراء. هل كان في منظور؟ نعم يا فندم. الحمد لله ان الدوله اتجهت للشباب واستعانت بكوادر حزبيه شابه وبكوادر شابه مدربه ومؤهله تاهيلا عالي، وهذا الاتجاه المحمود هو اتجاه يجعلنا نطمئن على ان هناك رؤيه تتحرك بها الدوله المصريه من اجل ان يكون الحاضر المستقبل يمتد للحاضر ان شاء الله. استاذ ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل، بشكر حضرتك جدا يا فندم، وتهانينا القلبيه للاستاذ ابراهيم الشهابي الذي اصبح نائب لمحافظ الجيزه. معايا دكتور مين يا فندم؟ دكتور ياسر؟ مع حضرتك يا فندم. دكتور ياسر ازاي حضرتك؟ اسف طبعا، بس عشان دكتور ناجي دخل معانا مداخله، وطبعا حضرتك تعلم ان ابنه الاستاذ ابراهيم الشهابي طبعا اصبح نائبا لمحافظ الجيزه يعني. طبعا. كنا بنتحدث عن التحديات او اهم التحديات التي ستواجه الشباب، بما ان الكثير علق قالوا دول شباب، هم يعني ايه خبراتهم عشان يكونوا نواب او علشان يكونوا محافظين؟ هناك اصلا حرب فكريه الان بتواجههم، يعني هم لسه ما اشتغلوش، لسه ما قالوش احنا اهو، لسه ما اثبتوش نجاحهم ولا قدر الله فشلهم، فارى ان هناك تحدي كبير جدا. كيف ترى يا دكتور؟ طبعا الرؤيه اختلفت تماما عن في قبل. ابتدينا النهارده نضع ثقتنا الكبيره في شبابنا القادر على تحمل المسؤوليه. عندنا فندم بعض التحديات الخاصه في المحافظات من خلال الخدمات، من خلال الاناره والطرق والكباري والخدمات التعليميه والخدمات الصحيه والخدمات كتير. هنا النهارده بيكون لهم رؤيه لبعض الامور اللي من خلال العمل تمرسهم للعمل المجتمعي. اسمح لي دكتور ياسر، معلش اسمح لي بس، معايا مداخله ثانيه من الاستاذ رجب هلال حميده عضو مجلس الشعب السابق، اهلا بيك، والسياسي المعروف طبعا ورجل المعارضه الاول في مصر. استاذ رجب اهلا بيك. يبدو ان الخط انقطع. دكتور ياسر انا اسف يا دكتور. اتفضل يا فندم. معلش طبعا انا مهم جدا وجود حضرتك معايا على الهواء الان للتحدث عن هذه التحديات، لان طبعا حضرتك عارف ان احنا هناك بعض الاقلام، هناك بعض الاراء، هناك سوشيال ميديا، هناك وهناك وهناك، هناك من يقتل، هناك من يشق الصف المصري، هناك من يتحاور بشكل سيء يريد به الرجوع للخلف. وجود شباب او كوادر كثيره بهذه او بهذه العدديه في هذه المره يثير للقلق بعض الشيء، او يثير للتساؤل بعض الشيء. اذا هناك تحديات، ارجو من حضرتك استكمال هذا الموضوع وتوضيح الامر. بالنسبه للتحديات اللي بتكون موجوده في المحافظات يا فندم، احنا لما نرجع ونتكلم على وزاره التنميه المحليه انتهجت نهج من فتره، من مارس تحديدا في بدايه هذا العام ابتدى يا فندم. احنا عندنا خصوصا بقى لمجال المحافظات والساده مساعدي او نواب المحافظين، عندي يا فندم وانا يعني لا عندي 30,888 قريه ونجع داخل المحافظات عندهم لدى هذه القرى والنجوع اكثر احتياجا، او عندهم اكثر احتياجا
بدات الدوله المصريه يا فندم تشتغل على 3 محاور رئيسيه اساسهم وعلى العلم بيهم الشباب المصري الواعي. ابتدت تشتغل على نهج 3 محاور، اول محور فيهم يا فندم محور تنميه محليه اجتماعيه. نعم. وايضا تنميه محليه اقتصاديه. نعم. والبعد الثالث والاهم المحور الثالث تنميه محليه لرفع كفاءه العنصر البشري. بدات يا فندم من خلال مجموعه العمل اللي النهارده في طيب. منهم ساده اسمح لي دكتور ياسر اسمح لي بس عاد لنا من جديد النائب رجب هلال حميده النائب السابق. استاذ رجب اهلا بيك. اهلا بك يا محمد، ازي حضرتك؟ يا اهلا وسهلا بيك يا فندم، منورني على الهواء. ربنا يخليك. استاذ رجب هلال حميده عضو برلماني سابق، رجل معارضه معروف بقوته، معروف بكلمته، معروف بسيفه القاطع دائما في الحق، في كافه الحب لمصر، دائما كافه الحب لمصر. رجب هلال حميده نتحدث الان او احنا دلوقتي ومعانا برضو على الهواء الدكتور ياسر شحاته، بنتكلم عن التحديات اللي هتواجه الشباب اللي تم اختيارهم في القيادة التنفيذية سواء محافظ أو نائب محافظ، كيف ترى ذلك الوضع يا أستاذ رجب؟ أولا اسمح لي في البداية أن أشكرك على هذه الاستضافة عبر التليفون، وأهنئك على عودتك لهذا البرنامج وهذه القناة. أشكرك المتميزة بقى. وقد شرفت كثيرا باستضافتك لي. كان لي الشرف يا فندم. في عدة قنوات يعني. كان لي الشرف. أما فيما يتعلق بمسألة التحديات، التحديات عبر العصور كلها قائمة وموجودة، ولكن علينا أن نستعد لاقتحامها وأن نتعداها بأعمالنا، بطرح تصوراتنا وأفكارنا. وأقدر من يواجه هذه التحديات في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية هم الشباب. وقد أحسنت القيادة السياسية أن أعطت الأمل لكل شاب في مصر أن يتطلع إلى مستقبل قوي آمن عظيم، خاصة أن القيادة السياسية لم تأتي هكذا بالشباب من بيوتهم مباشرة وتقول لهم اقتحموا هذه التحديات، بل عقدت المؤتمرات وعقدت الحوارات واللقاءات النقاشية، قدمت برنامجا طموحا هو البرنامج الرئاسي الذي يتم فيه تثقيف الشباب وتدريبهم وتقويتهم وإعدادهم إعدادا سليما لقيادة كثير من المؤسسات ومواجهة كل التحديات والمعتركات. ومن هنا كل هؤلاء الشباب الذين اختارتهم القيادة السياسية، اختارتهم بعد تدريب وتثقيف وإعداد كامل ليكونوا قادرين في هذه المرحلة الدقيقة من عمر الدولة المصرية. خاصة ليه بقول دقيقة؟ لأن خاصة أن مصر كلنا يعلم أنها تمر بمشكلات اقتصادية ومشكلات سياسية، ومصر ما زال كل جيرانها مهددون بالسقوط ومحاربون، ومصر ما زالت دولة مستهدفة من أعدائها الإقليميين والدوليين. ولكن استطاع الرئيس السيسي وكل الحكومات المتعاقبة معه، لها ما لها وعليهم عليه، استطاعوا جميعا أن يعبروا بمصر لبر الأمان. ومن هنا نجد أن هناك زيادة في معدلات النمو، هناك استقرار في الوضع الأمني، هناك انفراجة سياسية وانفتاح سياسي لكل الأحزاب وكل الشباب وكل الجهات. ومن هنا أرى أنه ينبغي أن يعمل هؤلاء الشباب بقوة ليثبتوا للمصريين جميعا أنهم حقا قادرون وأنهم رجب. رجال هذه أستاذ المرحلة. رجب حميدة، أستاذ رجب أنت الحديث دائما معك شيق وبياخدنا وبيسرح بينا كتير جدا. لنا معاد ولنا لقاء على الهواء مباشرة، تكون في ضيافتي إن شاء الله بإذن الله، وأتمنى طبعا يكون على الهواء في الحلقة القادمة، توعدنا إن شاء الله على الهواء. بك إن شاء الله. إن شاء الله يا فندم، أشكرك جدا رجب هلال حميدة البرلماني السابق المعروف. دكتور ياسر معانا لسه يا فندم؟ اتفضل يا فندم. أنا آسف جدا ليك. دكتور ياسر برضو يعني أنا عايز أوصل الفكرة اللي عايز لما أنت تقولها لي دلوقت
او تقولها للجمهور كل وسائل السوشيال ميديا وخاصه المتخصصون المحبين لمصر يقولوا احنا ازاي نقدر نساعد الشباب دول اللي هم النهارده اصبحوا قاده تنفيذيين بالفعل، ازاي اقدر ادي الامل لمحمد ابو العلا وامثال محمد ابو العلا وكل الشباب الذي يعمل في كافه القطاعات وكافه المجالات ان هو اصبح عنده تطلع ان قد يكون قيادي في يوم من الايام يفيد مصر ويستفيد. القوى الناعمه يا فندم والاعلام المرئي والمسموع والمقروء في الفتره الاخيره نجد ان هناك التحديات وهم اعلم بما في من التحديات المصريه، وايضا كلنا بنتكاتف استاذ الجامعه مع الاعلامي مع الكاتب الصحفي في كل المجالات وايضا المراه، كل التضامن للتكاتف نحو مستقبل افضل. ابتدى عندنا تحديات كثيره جدا داخل المحافظات، بدات مصر تشتغل على 496 قريه يا فندم، ابتدى ده بيوضحوا ان الارقام اللي انا بقولها الاعلام بيوضحها، فكونوا ان الاعلام يوضح هذه النقاط الايجابيه في تاريخ مصر ده بيعرقل حركه المشككين في القياده المصريه او الدوله المصريه. فبدات من خلال الاعلام ينظر الى ما تنوء اليه وزاره التخطيط ووزاره التنميه المحليه لان هم عنصرين اساسيين في خدمات المحافظات، بداوا يشتغلوا مفندم عن 496 قريه بواقع خمس قرى، ابتدى خمس قرى دولت يمكن على سبيل المثال الصعيد كان يا فندم 496 سوهاج ابتدوا في 201 قريه، ابتدت اسيوط ب 116 قريه، ابتدت الدكتور ياسر دكتور ياسر شحاته خبير التنميه الاداريه والمحليه، بشكر حضرتك جدا على مداخلتك معانا وتوضيح بعض النقاط الهامه. عندي كتير تاني لسه من الموضوعات المهمه، طبعا موضوع اختيار شباب محافظين او نواب ليهم او حتى وزراء او حتى كوادر سياسيه قياديه الفتره المقبله، اعتقد أن الدولة تتجه بالفعل لانتطاء هذا الأمر بكل تأكيد. وتتخيلوا أن احنا لما نعمل مؤتمر شباب، مؤتمر الشباب اللي الناس بتتكلم مؤتمر شباب وبيكلف وبندفع بيفيد الناس فيه، بيفيد اهو ولسه هيفيد لما تلاقوا الخير إن شاء الله، الخير اللي ابتداه وفعل عليه ومشي عليه وسعى إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالشباب دول مصر هتتقدم ان شاء الله. عندي كتير تاني من الموضوعات، في عندي موضوع مهم جدا حابب اتكلم فيه واحنا لسه بنتكلم عن الشباب. في دعيت في احد الندوات لحاجه اسمها منتدى الصفوه. حقيقي لما رحت المنتدى وحضرت اللقاء الشيق جدا، للاسف ما يحضرنيش كان مين المحاضر اللي وقتها، استمتعت جدا بهذا اللقاء الجيد الممتع جدا جدا، لان وجدت فيه احنا الان نتحدث عن الشباب وكيفيه صنع شاب قادر لقياده تنفيذيه في مصر. مين اللي نقدر نخليه يقعد على الكرسي يقدر ياخد يمضي او يتحرك او ينزل او يطلع او يقول او لا لخدمه مصر؟ وجدت ان في هذا المنتدى هي روح الشباب الحقيقيه. ايه هو منتدى الصفوه دوت؟ حبيت اتكلم معاكم في الموضوع دوت، واتمنى ان الشباب اللي بيسمعني دلوقت ياخد هذه الفكره، ياخد هذه الفكره وياخد هذه النوعيه من الشباب قدوه للعمل، لان وجدت ان هؤلاء الشباب ومجموعه من الشباب السياسيين اصحاب الفكر، لقيت ان الموضوع خلط فكري ثقافي نوعي بين كافه الوجوه اللي موجوده، سواء كادر شبابي او كادر وظيفي او كادر تعليمي موجود، بيكون موجود في المنتدى ده كاننا قاعدين على هذا التيبل، قاعدين على الترابيزه دي بنتكلم وبنتحاور، بنقول الله هي مصر اتقدمت ولا ما اتقدمتش؟ طب هو ايه اللي اتقدم في مصر؟ طب احنا عملنا ايه؟ ما عملناش ايه؟ المفروض نعمل ايه؟ هذا هو الفكر. في واحد بيتكلم بدون علم، وفي واحد بيتكلم وخلاص عشان يقول ان انا موجود، وفي واحد بيتكلم من حب ومن تشجيعه لهذا المكان عشان خاطر المكان ده ينجح. ما هو دول مش زي بعض، احنا ده مختلف عن ده عن ده عن ده، ولكن لكل واحد فيهم أهمية حتى لو كانت سلبية.
ولكن في النهاية أهمية. فمنتدى الصفوة ده بصراحة لقيته شيء عظيم جدا، لقيت مجموعة من الشباب بأصحاب الفكر الثقافي النوعي بيجيبوا حد وليكن مثلا دكتور جامعة، وليكن خبير سياسي، خبير استراتيجي، يكونوا محددين موضوع وكأنه برنامج على الهوى، بيحددوا موضوع يتكلموا فيه، وليكن مثلا كيفية إعداد شاب للقيادة التنفيذية. أنا طبعا كنت حابب جدا يعني أقول لكم الفكرة دي، لأن الفكرة دي حاجة حلوة جدا، كان المفروض يعني إن يتم الدعوات لهذه الأفكار وهذه التنوعات علشان قدام بالفعل ننجح، نقف على أرض صلبة. كثير من الموضوعات في هذه الحلقة في غاية الأهمية، ولكن ما أود التحدث عنه الآن موضوع إنساني بحت. كلكم عارفين مستشفى 57-357 لعلاج سرطان الأطفال، هذا الصرح العظيم اللي بيكون سبب لشفاء الكثير من الأطفال. بمساعدة مين؟ بمساعدة أصحاب الخير، أصحاب البر والتقوى، أصحاب الحب، أصحاب الرسالة الإنسانية، الناس اللي مش باقية على الدنيا، الناس اللي بيعملوا عمل خير علشان خاطر يجازوا بخير يوم القيامة. ما احنا كلنا هنموت، احنا قدمنا ايه لربنا؟ قد يكون هذا العمل اللي اتعمل ده شفيع لكل من تحدث حتى بكلمة حلوة في حق المشروع ده. المشروع ده ابتدى ازاي؟ المشروع ده كان فكرة قد كده وفي مكان اعتقد انه مكان كان من صعب جدا ان يتبني عليه هذا الصرح العملاق لعلاج اطفال المسلمين وغيرهم، واطفال مصر والدول العربية وغيرهم، بهذه الكثافة وهذه النقاوة وهذا النجاح الرهيب. بالفعل مستشفى سرطان الأطفال أصبحت صرحا يحتذى به، إلى أن طيب معايا الأستاذ حسام الأمير المتحدث باسم منتدى الصفوة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. أستاذ حسام إزاي حضرتك؟ الحمد لله، أهلا وسهلا، وأهلا وسهلا بكل السادة المشاهدين. يا أهلا وسهلا بيك، نورتني على الهواء يا فندم. ربنا يخلي حضرتك يا فندم، كل سنة وأنتم طيبين. وحضرتك طيب. حسام بيه، طبعا أنا كنت شرفت باللقاء مع حضرتك قبل كده في منتدى الصفوة، وكنت الآن قبل ما حضرتك تعمل معانا مداخلة كنا بنتحدث عن منتدى الصفوة. أشكرك. منتدى الصفوة أنا كنت بقول للناس إن هو قد يكون مثال يحتذى به للشباب لكيفية عمل حوار ثقافي اجتماعي إنساني، نطلع بيه حاجة، نطلع بيه فكرة، نطلع بيه منهج يقتضي بيه الشباب. كلمنا يا فندم وحضرتك المتحدث باسم منتدى الصفوة، كلمنا عن المنتدى وعن الفكرة. أنا عايز أقول لحضرتك إن الفكرة نشأت من خلال مجموعة من شباب جيل الوسط، قررنا ان احنا لازم نقدم حاجه مختلفه للبلد وللمجتمع، فاكتشفنا ان ما عندناش مراكز ابحاث ثينك تانك بشكل مستقل تقدر ان هي تقدم اوراق سياسات للدوله في بعض القضايا اللي ممكن تتماس بشكل اساسي مع احتياجات المواطن ومع القضايا الاساسيه للدوله المصريه. من هنا جه التفكير ان يطلع منتدى الصفوه، ومنتدى الصفوه مش صفوه الشخصيات قد ما هي صفوه القضايا. يعني فكره منتدى الصفوه هي صفوه القضايا، ايه هي القضايا المحوريه اللي احنا نقدر اشتغل عليها بشكل اساسي. وقرر الفريق المؤسس للمنتدى من مجموعه من الشباب ان احنا نبدا بشكل اساسي في عقد منتدى شهري. المنتدى الشهري بيناقش قضيه بتتماس مع قضايا الدوله المصريه. كان اول ما انطلق المنتدى انطلق تاني يوم رئاسه مصر للاتحاد الافريقي، وكان عنوان المنتدى وقتها مصر افريقيا في مصر 2019. فاحنا عندنا المنتدى الشهري اللي بيناقش قضيه من قضايا البلد، بنخرج بيها ورقه اسمها ورقه السياسات، بتكون بحضور ما لا يقل عن 20 خبير في القضيه اللي احنا بنتناقش فيها، بيتكلموا في مختلف الاشكاليات اللي بتواجه القضيه علشان نخرج بعدد من التوصيات والحلول. وورقه السياسات بيتم ارسالها الى كافه الاجهزه المعنيه وكافه دوائر صنع القرار في المجتمع المصري. بعد كده تطور الامر لفكره التكتلات الشبابيه، ان انت تقدر تعمل لوبي شبابي بشكل مختلف، فطلعنا بفكره السوشيال هابي اور او الساعه الاجتماعيه او ساعه السعاده. دي ساعه عباره عن ناس ما تعرفش بعض تماما، بيجتمعوا في يوم مرتين في الشهر
واللقاء اللي ما بينهم كل حد فيهم بيقدم خبراته وكل حد فيهم بيقدم هو مين، وبنخلق نوع من انواع التشبيك ما بين مجتمع السوشيال ميديا الافتراضي انت بتحوله الى مجتمع على ارض الواقع الناس كلها تعرف بعض. بعد كده خرجنا من الفكرة دي بعدد من التوصيات اللي بتقول ان احنا لازم ندخل في مناقشة قضايا متنوعة او قضايا متخصصة. فناقشنا ابتدينا نناقش القضية ونشوف حلولها ايه. يعني مثلا ناقشنا التحديات اللي بتواجه دور النشر في مصر، كان بحضور او ست او سبع دور نشر من دور النشر الكبيره في مصر، قالوا مشاكلهم ايه وقالوا اشكالياتهم ايه. اللقاء اللي بعده على طول جبنا الاطراف المعنيه بحل المشكله، يعني هم قالوا ان المشكله بتتمثل في هيئه الكتاب، تتمثل في اتحاد الناشرين، تتمثل في فكره القرصنه على الكتب. المره اللي بعدها مباشره جبنا الشخصيات اللي تقدر ان هي تحط الحل، وحطينا الشخصيات اللي هي كانت دور النشر حطيناهم الناحية التانية، يعني هم اللي كانوا مستمعين وكانت الأطراف التانية هي اللي بتتكلم في الموضوع. خرجنا من الموضوع ده كمان بفكرة اسمها لقاءات الخبرة. لقاءات الخبرة ان يبقى عندك شخصية من الشخصيات الكبيرة جوه البلد، محافظ، وزير سابق، حد ذو حيثية، بيقعد ويبقى قدامه الشباب المستهدف اللي يستمد طاقته منه وبيستمد فكرته منه. يعني النهارده كان عندنا اللي هو طارق مهدي، فاللي هو نعم. طارق مهدي هو كان في المجلس العسكري، استاذ حسام، استاذ حسام، هو صراحه يعني افكار جيده جدا وافكار محترمه جدا، وانا اعتقد ان الموضوع مش محتاج مداخله على فكره. انت لازم ان شاء الله تكون عندنا ضيف على الهوا تدي توعيه للشباب، تديهم الفكره ازاي نشات وازاي يحتذى به، وازاي ان احنا نقدر من خلال هذه المنتديات ومن هذه الافكار ان احنا نقدر نبني جيل واعي يقدر يفيد مصر الفترة القادمة. وإن شاء الله على وعد ولقاء إن شاء الله على الهواء. بشكر حضرتك جدا أستاذ حسام على مداخلتك معنا. بشكرك يا فندم. بعود تاني للموضوع الأهم اللي كنت فعلا حابب أدينه مساحة كبيرة جدا في الحلقة دي. زي ما قلت لكم من شوية إن الصرح العظيم 57 أصبح صرحا عظيما يتدفق إليه أصحاب الخير لمد يد العون للمتضررين والمحتاجين. نشأت الفكرة لأن أكيد كان قاعد حد فكر في الموضوع ده، قال إحنا إيه المانع، إحنا عندنا نسبة أمراض كبيرة للأطفال وأورام سرطانية وخلافه، ربنا يشفي الجميع، ولكن إزاي نقدر نساعد على حل هذه المشكلة. فكان أصبح لزاماً على أصحاب الخير اللزام الديني والإنساني والفكري والعقائدي إن هم لازم يصنعوا حاجة كبيرة جدا لمصر، حاجة كبيرة جدا ليهم هم، تتكتب في الصحيفة بتاعتهم قدام ربنا ويقولوا إحنا عملنا خير وربنا يجازيكم عليه خير. وأنا ماشي في الطريق فوجئت أن نفس الفكرة تعاد من جديد ولكن بشكل جديد على أرض واقع. موضوع في غاية الأهمية جدا جدا، فكرة في غاية الأهمية جدا جدا، هتخدم قطعة معينة في الشرقية، ولكن أنا في اعتقادي أن في المستقبل بعد إنشاء هذا الصرح اللي هنشوفه في التقرير دلوقت هنتكلم عليه بعد التقرير. بص مش هتكلم معاكم دلوقت عن كافة التفاصيل، خلونا نشوف التقرير ونرجع لكم تاني بعد الفاصل. قلعة صحية في قلب محافظة الشرقية يتم بناؤها بالجهود الذاتية وتخدم 5 محافظات أخرى بتوفير العلاج مجانا. على مساحة 10,000 متر يقام مستشفى للكبد والأورام بمركز مشتول السوق لتكون مقصد لمرضى الفيروسات الكبدية في سبيل تخفيف عناء المرض وشقاء البحث عن العلاج. سادة مشاهدي برنامج هام جدا، أهلا وسهلا بيكم. احنا النهاردة متواجدين في محافظة الشرقية وبالتحديد من مركز مشتول السوق. احنا موجودين النهاردة هنا مكان أرض لإنشاء مستشفى الكبد والأورام بمحافظة الشرقية. دي مستشفى هتخدم كل أهالي الشرقية وبالتحديد مركز مشتول السوق، بالإضافة لها هتخدم 5 محافظات أخرى منهم محافظات مدن القناة. المستشفى بتتبني أول حاجة بالجهود الذاتية، تاني حاجة المستشفى قايم بيها أهالي مركز مشتول السوق، وهم موجودين معانا النهاردة هيعرفونا إزاي بدأوا الفكرة وهم وصلوا لفين وإيه الحاجات اللي هم محتاجينها من المسؤولين من محافظة الشرقية، السيد المحافظ والسيد رئيس مجلس المدينة. المستشفى قلعة صحية كبيرة هتعالج بالمجان. نتمنى إن الفكرة دي تنتشر في أكتر من محافظة من محافظات مصر، في الدلتا، في مدن القناة، في الصعيد، في سيناء، في أكتر من حتة. الفكرة إن تبرع لنا الحاج محمود السيد بدوي بقطعة أرض حوالي 10,000 متر بغرض إقامة مستشفى لعلاج الكبد والأورام، لأن هذا المرض منتشر في جميع أنحاء
جمهورية مصر العربية، وتبرع لنا بمساحة مقدارها حوالي 10,000 متر، وال 10,000 متر دول هيقام عليهم أكبر مستشفى على مستوى جمهورية مصر العربية. فنحن الجمعية كلنا بنطالب معالي السيد محافظ الشرقية بمد يد العون لإقامة هذا الصرح الكبير اللي يعد تاني أكبر مستشفيات جمهورية مصر، لأن في مستشفى مقامة في المنصورة ودي تعد تاني أكبر مستشفيات جمهورية مصر العربية. فنرجو من السادة القائمين على الدولة كلها، وزراء ومعالي السيد المحافظ وجميع رجال الأعمال، بمد يد العون لنا. احنا طلعنا تصريح جمع مال من وزارة التضامن الاجتماعي بالقاهرة، والتصريح دي بنلم فلوس بالجهود الذاتيه كل يوم جمعه. والله النهارده هسيب حضرتك واطلع على المسجد انا والاخوه الافاضل اللي موجودين معايا، بنلم كل جمعه 60 70 ألف 80 ألف، وبعد كده بنعمل بهم ايداع في البنك الاهلي المصري. تكلفه انشاء المستشفى قد ايه يا حاج محمد؟ التكلفه زي ما المكتب الاستشاري قال حوالي 300 مليون جنيه، وبالتالي احنا فتحنا حسابات في البنوك عباره عن البنك الاهلي المصري وبنك مصر والبريد. ليه مستشفى الكبد والاورام؟ لان امراض الكبد والاورام بدات تتفشى في الريف المصري، وبدات طبعا مشكله كبيره يعني يعاني منها المجتمع، فلذلك يعني فكرنا في انشاء هذا الصرح، وساعدنا على ذلك اللي هو الرجل الذي تبرع بهذه الارض اللي هو المستشار محمود بدوي، كان من اهدافه ان المستشفى دي تبقى للكبد والاورام. الحمله اللي هي من مجلس اداره الجمعيه الخيريه لمرضى الكبد والاورام، ويمكن حتى ان اذكرهم بالاسم، اللي هو طبعا الامين العام للجمعيه، امين الصندوق، رئيس الجمعيه، الساده الاعضاء الموجودين في الجمعيه حتى الان، طبعا معانا طبعا مؤسسين برضو للجمعيه، ومعانا اهل الخير بقى اللي هم مش في الجمعيه خالص وبرضو متحركين معانا في الحملة، بنتحرك في نجوب كل البلاد طبعا للتبرع لإقامة في استجابة. لما انتم بتلفوا في القرى او في المراكز التانية او في المحافظات المجاورة، مدى استجابة الناس؟ استجابة عالية جدا جدا، بدليل ان كل اسبوع اللي هي كل جمعة بيجي لنا رصيد كبير طبعا من التدفق المالي. ليه؟ لان الناس طبعا زي ما الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، الخير في وفي امتي الى يوم القيامه، واذا مات ابن ادم انقطع عمله الا من ثلاث، منها اللي هي الصدقه الجاريه. فاعتقد ما فيش صدقه جاريه اكبر من بناء مستشفى، كل ما يتعالج فيه مريض اعتقد يبقى طبعا عداد الحسنات بتاع الناس شغال على طول. حضرتك عارف ان في طبعا معهد الاورام في القاهره وفي مستشفى لعلاج الاورام في الصعيد، فدي فرصه ان احنا عندنا هنا مستشفى لعلاج الاورام في مشتول السوق في الشرقيه، فدي بالتالي هتاثر المسافه على مدن مدن القناه ومدن الدلتا، محافظات القناه ومحافظات الدلتا، يعني اللي جاي من مثلا اسماعيليه، بورسعيد، سينا، بدل ما يروح القاهره يلاقي قدامه محطه موجوده في الشرقيه في مشتول السوق وعلى الطريق، فبالتالي هتخف الضغط عن القاهره، يبقى عندي محطه موجوده في الشرقيه فهتخدم الكل. فبالتالي المشروع ده مش مشروع مشتول السوق ولا مشروع الشرقيه، لا ده مشروع اقل حاجه 5 6 محافظات. فبالتالي انا بوجه رسالتي لكل القيادات في وزاره الصحه، في المحافظه، في رجال اعمال، نواب، تنفيذيين، على كل لاعبين كوره، فنانين، الكل يخدم على المشروع، لان ده مشروع قومي، مشروع يخدم الكل، مشروع انساني. زي ما حضرتك قلت ناخذ كل الفئات، فنانين، رجال اعمال، صحفيين، كله، عشان لازم الكل يخدم على المشروع. فانا من خلال برنامج حضرتك بوجه رسالتي لكل الفئات، من اول السيد رئيس فتح السيسي لرئيس الوزراء، كله لازم يبقى معانا. وانا بتمنى بوجه رسالتي من خلال برنامج حضرتك ان الكل يدعمنا، كل شاركنا، لان الموضوع لو خرج للنور هيخدم على الكل. تمام، هنرجع برضو للنقطه اللي كنت سالت حضرتك فيها، المركز المستشفى دي هتخدم مركز مشتول السوق ومحافظه الشرقيه، مين المحافظات الثانيه اللي ممكن تستفيد من المستشفى؟ القليوبيه احنا اول مركز، بعد القليوبيه على طول اول مركز، وبعد كده تخدم الدقهليه، اسماعيليه، بينه وبين اسماعيليه 100 كيلو، يعني انت هنا بتعتبر سنتر الدلتا. يعني انا بتكلم اللي هي هتخدم مدن القناه كلها. بالظبط. والله احنا بنتوجه بالدعوه لجميع المنوطين بالعمل العام على مستوى جمهوريه مصر العربيه، بما فيهم الاتجاهات، كل الاتجاهات، اذا كانت الاتجاهات المدنيه او الاتجاهات العسكريه، وبنقول ان كلنا مصر وكلنا ورا هذا المشروع وعاوزينه يخرج للنور. ليه؟
لانه في منطقه تعتبر متوسطه لكل المحافظات، وانا هنا النهارده محافظه القليوبيه، محافظه الشرقيه، محافظه جميع معظم محافظات الدلتا، محافظات مدن القناه، قريبه جدا من المشروع. طبعا ما ننساش ان احنا قريبين جدا من القاهره، هنعمل تكامل وتوازي مع مستشفى 57، وهنبقى في تبادل خبرات وتبادل اراء وتبادل تجارب، هننجح ان شاء الله. يا ريت كل الناس تنجح هذا المشروع. احنا بنعلم في المساجد، ولنا صفحه على الفيسبوك اللي هي بتاعت مستشفى الكبد والاورام مشتول السوق، واللي عايز يعرف حاجه احنا الصفحه موجوده وتليفوناتنا موجوده على الصفحه، لاي استفسار عن الموقع، عن شروط التبرع، عن اي تبرع بالدعم من المالي ودعم معنوي، اي استفسار احنا موجودين بتليفوناتنا بمقر الجمعيه. فخامه الرئيس فحر قناه السويس في هنول في شهور او فحرف في عام، يعني حاجه عظيمه. فاحنا ان شاء الله على الرغم من العمل الكبير، الا ان احنا عندنا امل كبير قوي ان ربنا نتم. الدوله بتساعد المواطن على عمل الخير، ولكن لابد ان العمل الخير يكون مقنن، يكون بالقانون. احنا كأسرة برنامج هام جدا بنتوجه بالشكر للناس دي، الناس اللي شغال على حاجه اهليه، حاجه بتخدم بيها الناس، معظمهم ابهات لينا واساتذه لينا في التربيه والتعليم وخلافه. احنا بنحب نقول لهم بنشكركم جدا، لانكم انتوا بتعملوا حاجه، الحاجه دي هتخدم الاجيال اللي جايه، مش هتخدم اولادكم واولاد اولادكم، وانتوا شغالين بتعملوا حاجه زي كده، ما بتفكروش في نفسكم بس، انتوا بتفكروا في الاجيال اللي جايه وفي اولادكم. احنا كاسره برنامج هام جدا بنعلن دعمنا الكامل للمشروع ده. مشروع وصرح عظيم نتمنى أن يقام. معايا على التليفون الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية. دكتور هشام أهلا بيك. أهلا بحضرتك. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا، منورنا يا فندم. دكتور هشام، تابعت حضرتك معانا التقرير يا فندم؟ لا والله أنا ما سمعتش التقرير، أنا مع حضرتك بالنسبة بس. هم اللي قالوا لي إن في مستشفى أورام هتقام في مشتول السوق. أه طيب، هو باختصار الموضوع يا دكتور هشام ان احد المتبرعين او احد رجال الخير تبرع بقطعه ارض ما يقرب من مساحه 10,000 متر لاقامه مجمع او مستشفى لعلاج اورام الكبد. تمام. اعتقد ان الموضوع مش هيكفي ابدا اقامه التبرعات فقط او الاعتماد على التبرعات فقط. لما كلمونا او نجدونا من خلال البرنامج قلنا ان لابد ان يكون هناك تدخل من المسؤولين، يعني فانا حابب اعرف راي حضرتك في الموضوع ده ايه يا فندم. الحقيقه بس بالنسبه لنا تقديم خدمه جراحه الاورام ايا كان كبد او اي حاجه بالنسبه لتخصص جراحه الاورام بالذات، يعني ده تخصص فيه ندره في الاطباء بتوعه، عشان كده لازم يبقى فيه خطه للتشغيل قبل ما نقول احنا عايزين ايه بالنسبه للمستشفى وكده. طبعا كمان في معايير بتقام عليها المستشفيات دي، لازم النهارده يبقى في خطه ليها. دكتور هشام بس بروتوكول. دكتور هشام. نعم يا جماعه، لو في حد يا جماعه تجيبوا لنا الحاج محمد حبيب او حد من اعضاء مجلس الجمعيه علشان خاطر بس يوضح للدكتور هشام. يعني دكتور هشام، هم المفروض ان معاهم تصريح ومعاهم جمعيه باقامه هذا المنشا، يعني اعتقد ان كافه الاوراق موجوده معاهم. يا فندم انا ما بتكلمش في التصاريح بتاعه انها جمعيه مشهره او غير مشهره او المصدر بتاع التبرعي، انا بتكلم في خطه التشغيل خلاص اللي هي الطبيه. خطه التشغيل لازم حضرتك النهارده خلاص نحط خطه تشغيل للمكان. خطه التشغيل دي كمستشفى نوعي زي ده او مستشفى تخصصي لجراحه الاورام، لازم النهارده يكون خلاص في يعني تعاون مع الجامعه لان هي اللي فيها التخصص ده كمان. طب يا الافاضل يشرفوني. ايوه فندم. معايا بس احد القائمين على هذا المشروع الاستاذ اسامه نصار، وهو احد اعضاء مجلس الجمعيه، يعني حابب بس يقول لحضرتك ايه هو الموضوع، لان حضرتك بتتكلم في شق واحنا تقريبا بنتكلم في شق تاني او هو بيتكلم في شق تاني من خلال التقرير. يعني استاذ اسامه نصار اهلا بيك. اهلا بحضرتك استاذ محمد. معانا حضرتك ووصل البرنامج. اهلا بيك. معانا دكتور هشام مسعود وكيل وزاره الصحه بالشرقيه، حابب تقول لي عن المشروع. دكتور هشام بيقول لي دلوقتي في المداخله، بيقول لي ان علشان خاطر المشروع ده يقام او لابد من وجود بعض الاجراءات، وخاصه فيما يخص الاساتذه او المهنيين المختصين بمجال الطب وخاصه الكبد. يعني
فانا حابب اوصل له حاجه او انت حابب توصل له حاجه حضرتك؟ استاذ اسامه. يا استاذ محمد تحياتي لحضرتك والدكتور هشام مسعود. بالنسبه لحضرتك عارف ان الارض دي تبرع بها من المستشار محمود بدوي من اهالي مركز مشكول السوق بغرض انشاء مستشفى لعلاج الكبد والاورام على المساحه اللي طبعا الحاج محمد ذكرها 10,000 متر. وكان الراجل معاه الارض تبرع بالارض وقال لنا ديت هتقل استاذ اسامه الغرض. استاذ اسامه انتوا قلتوا ده في التقرير بس دكتور هشام معانا دلوقتي على هو وكيل الوزاره وهو احد المسؤولين. تمام. انت شايف او انتم طالبين حاجه من السيد وكيل الوزاره؟ طبعا احنا عايزين دعم وزاره الصحه ممثله في مديريه في المديريه بمديريه الصحه في الشرقيه وطبعا بنناشد كمان القيادات الوزاره احنا بنناشد كل المسؤولين في محافظه الشرقيه ومعالي المحافظ ان ده مساحه الارض دي لازم نستغلها في اقامه المشروع وعايزين كل الدعم من التنفيذيين في محافظه الشرقيه وفي الوزاره كمان هم يوجهونا يعني اذا كان يمدوا لنا يد العون يشوف ايه اللي ايه الاجراءات اللي احنا اللي هي المفروض تستكمل عشان المشروع ده يظهر النور زي ما حضرتك قلت فكره 57 كانت فكره وبقت صارها عظيم كذلك نفس دكتور هشام. دكتور هشام ايه راي حضرتك في كلام الاستاذ اسامه؟ هو كلام ما يختلفش عن اللي انا بقوله لازم يبقى في خطه عمل علشان التشغيل بعد كده مش قصه البناء كويس جدا شايد مباني بس فقط لا غير. طيب. لازم النهارده يبقى في خطه نعمل تشغيل محكمه. كلام جميل يا فندم. النهارده هم يشرفوني علشان اعرف هم مداهم ايه في الفكره. طيب. اللي هم نحدد ميعاد على الهواء دلوقتي يا دكتور امكانياتهم ايه قول لي في اي وقت يا فندم انا في انا بكلم حضرتك وانا في المديريه دلوقتي وانا تمام. على مكتبي. طيب انا دكتور هشام هكلم حضرتك بعد الهواء يا فندم احدد ميعاد مع حضرتك ان شاء الله باذن الله عشان هم يتواصلوا معاك ويكون في ان شاء الله باذن الله بادره خير وانا واثق كويس جدا دكتور هشام ان حضرتك يعني من اكفأ بصراحه الناس اللي جت محافظه الشرقيه واشتغلت في صالح المواطن. بشكر حضرتك جدا جدا دكتور هشام. بشكرك استاذ اسامه نصار. بشكركم جدا. انا عايز قبل ما اطلع وقبل ما اتكلم في الفقره الثانيه عايز اقول ان الساده المسؤولين دول هم اهم شيء وهم العنصر الاساسي للعمل بمنتهى الصراحه كده. وانا بقول لكم يا بتوع جماعه الخير يا بتوع مرضى اللي بتعملوا لعلاج مرضى الكبد احنا تواصلنا مع الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقيه اللي من خلالنا احنا اتكلمنا عليه كلام يعني كان يعتبر في صالحه وكان سبب رئيسي في وجوده لحد اللحظه دي في هذا المقعد في محافظه الشرقيه. الدكتور ممدوح غراب عنده علم بالموضوع وعنده علم بالمشكله واحتياجاتكم وكان في وعد منه ان هو يدخل معانا على الهوا ولكنه من امس ما بيردش علينا. انا بس حبيت اوصل لكم الموضوع دوت وبرضه بقول لك يا دكتور ممدوح واعتقد ان الكلام هيوصل لحضرتك. حضرتك انا وفريق الاعداد بعتوا لحضرتك رساله وقالوا لك ارجوك ادخل معانا على الهوا شوف احتياجات الناس دي ايه. انت عارف مركز مشهور السوق دوت مركز متطرف بعيد جدا بعيد لا هو قاهره ولا هو قليوبيه ولا هو شرقيه ما حدش عارف له اي حاجه. فيا دكتور ممدوح النظر لهؤلاء البني ادمين اللي بيعملوا عمل فعل خير، الناس دي بتكلمك انت دلوقت وحضرتك متمثل من مجلس الوزراء ومتمثل من رئاسه الجمهوريه. واحنا طبعا صوتنا هيوصل، كده هيوصل وكده هيوصل. ارجو ان يا دكتور ممدوح غراب وحضرتك رجل محترم ورجل ذو قيمه كبيره، ارجو النظر الى هؤلاء. معايا موضوعات في غايه الاهميه ومعايا ضيف من العيار التقيل قوي. حد مختلف جدا، انسان صاحب كلمه، انسان صاحب فكر، رجل محامي ولكنه لا يقبل اي قضايا، ما بيقبلش غير القضايا اللي فيها مش عايز اقول لفظ كده بس عايز اقول ما بيقبلش غير القضايا اللي هو شايف ان هي فعلا صاحبه حق في 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 الوصول لحقها، واحيانا بيتبنى الدفاع عن بعض المتهمين اللي هو حاسس او متاكد ان هم ابرياء. معايا مين؟ معايا الدكتور احمد مهران استاذ القانون العام ومدير مركز القاهره للدراسات السياسيه والقانونيه والمحامي في القضاء المصري. هنتكلم في موضوعات في غايه الاهميه، موضوعات كبيره قوي، موضوعات تهمكم كلكم، ليست قضايا قانونيه فقط ولكن قضايا كتير جدا. اوعوا تروحوا في اي حته واستنونا بعد الفاصل.